إذا كما قلت حضرتك منذ قليل أنه التهديد الهدف منه هو تحريك مياه راكدة بالنسبة لإيران وتحريك ملفات معينة، إنقاذ ربما للأزمة التي تمر بها طهران وهي أزمة اقتصادية طبعا بامتياز. واضح أن الأوروبيين ربما هم من بيدهم كما يقول السيد كاتسمان إخراج طهران من هذه الأزمة. والله وأعتقد أنه هذيان لنظام يحتضر، يعني أنا كما أسلفت أنه هي تحاول تخلط الأوراق، لكن لا لكن الدول الأوروبية أيضا لها مصالح مع دول الخليج ومع أمريكا ومع الدول الأخرى أهم من مصالحها مع دولة محاصرة تعاني ضغوطات مالية في هذه المرحلة. لا أعتقد أن الدول الأوروبية تأثر مثلا إيجابا لصالح إيران، بل على العكس تماما، لأن أيضا هذا الممر المائي يربط أمريكا وشرق آسيا والهند والصين، وأعتقد أنه يعني إذا حاولت طبعا ربما أن هناك تجد قرصنة بحرية إرهابية يعني تحاول أن لجذب الانتباه والأنظار، لكن لا تستطيع. وإذا حاولت أعتقد كما يحاول الواحد يطلق النار على نفسه، وهي محاولة يائسة. وأعتقد أن لو عملت أي عمل سوف يحصل هناك صدام أمريكي إيراني، وإيران الآن هي متورطة لأنها تمددت في أكثر من دولة، وهذا أيضا يسبب لها حرج أمام شعبها وأمام الدول. أستاذ علي، يعني أبقى معك، ما هو الموقف في البيت الخليجي فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، بالتهديد المتكرر من قبل طهران؟ هل هو يعني هل دول الخليج فقط تراقب يعني هذه التهديدات فقط، أم أن هناك يعني إعداد ما، ترتيب ما داخليا سياسيا أو عسكريا لمثل هذه التهديدات؟ يعني كما أسلفت حنا تعودنا من الثمانينات على هذا الأسطوانة المشروخة، ما عادت يعني مخيفة أو يعني هذا كما يعني ذكرت أنه هذا ممر مائي دولي إقليمي محمي من قبل الدول المتنفذة، ولا أعتقد أن يعني أن تقدم على هذه الخطوة ابدا، وغير وارد، ويعني حتى دول الخليج يعني غير آبها في هذا التهديد الغير مجدي.